او اربع فرص. الاهم هو الترجمه، الاهم هو التوفيق. واعتقد انه حاله التركيز اللي عايش فيها لعيبه النادي الاهلي استعدادا للمباراه دي، انا بقول لحضراتكم وانا حاضر تقريبا الاربع نهائيات اللي احنا لعبناهم قبل كده، حاله التركيز في معسكر النادي الاهلي غير مسبوقه. اتمنى ان شاء الله انها تترجم في لقاء النهارده. نروح للصريح، استياء في اوساط الاهلي المصري قبل مواجهه الترجي، وده اللي اتكلمنا عليه امبارح. طبعا حاله الاستياء لانه الحقيقه مش متوقع ولا يليق، يعني كنت متوقع طبعا الحقيقه. طبعا احنا استقبلنا في تونس افضل استقبال، وده واحنا بنتكلم على اثنين من الانديه الاشقاء والعلاقه بينهم ممتده وطويله، فكانت الحقيقه الحاجات اللي حصلت في 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 في, في تمرينه الاهلي الرئيسيه امبارح كانت مثار استياء لكثير من جماهيره، وكانت حاجه بره السياق يعني. لكن مع افتراض حسن النيه يعني لغايه اللحظه دي احنا مش متاكدين هل كان في تعمد لمضايقه النادي الاهلي. فكره انك انت يكون عندك تمرينه رئيسيه قبل 24 ساعه من المباراه، فتلاقي درون بتدخل الملعب، فتلاقي كاميرات التلفزيون اللي هتنقل المباراه موجوده في ارض الملعب، في العادي والطبيعي في الظروف اللي زي كده، واخواتنا في الاعلام طبعا يعرفوا كويس جدا، الكاميرات بتتقلب اتجاهها ناحيه المدرجات، مفترض انها مش شغاله بس برضو بتتقلب ناحيه المدرجات، ما تبقاش موجهه للملعب. لانه انا وانا بتصور مش عارف هل الكاميرات دي شغاله، هل في حد موجود في الكنترول بيتابع او بيسجل تمرين النادي الاهلي ولا لا. بالاضافه بقى لقصه التواجد اشخاص ما كانوش يعني قيل ان هم تبع الناس المسؤوله عن تحضيرات الفار، ناس تكنيشنز او ناس يعني تقنيين موجودين في الملعب عشان يحضروا ويجهزوا ملعب المباراه في نفس توقيت تدريب النادي الاهلي الرئيس. فكلها الملعب ما كانش مرشوش، وحاولنا او حاول كابتن خالد يتواصل مع المسؤولين، يا جماعه الملعب مش متجهز للتمرين الاساسيه، اصله ما بيردش، اصله مش موجود، اصل احنا بعتنا كلام اللي حضراتكم عارفينه ده، وده الاستياء يمكن اللي نقلته الصحف او الصحافه التونسيه. الشروق تاني الليله، الترجي الاهلي في رادس، الانتصار او الانتصار باذن الله، الانتصار من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله باذن الله نقرب بشكل كبير جدا، ويبقى احتفالنا ان شاء الله يوم مباراه القاهره القادمه. طيب الترجي والاهلي تاريخ طويل، وده يمكن واحده من الحاجات اللي سلط عليها الضوء الاتحاد الافريقي. خلينا بنتكلم الاول على الارقام. انت بتتكلم على 22 مباراه، وده سجل طويل جدا من المواجهات بين الاهلي والترجي في البطولات المختلفه. الاهلي فاز بالارقام 10 مباريات في مقابل 4 فوز فقط لا غير للترجي، و8 مباريات انتهت بالتعادل. اتقابلوا مرتين، طبعا الاهلي سجل في شباك الترجي 25 هدف، الترجي سجل 14 هدف فقط. اتقابلوا مرتين في نسخه نهائي دوري الابطال، مره طبعا كان التتويج للاهلي في رادس، واحده من اهم برضو البطولات التي لا تنسى، حمد ناجي جد ووليد سليمان في رادس قدر الاهلي ان يحصل على لقب من الترجي. واتقابلوا ايضا سنه 2018، مباراه اولى كانت في برج العرب، الاهلي فاز 3-1، ومباراه العوده كانت في تونس، الترجي فاز 3-0 وحسم اللقب. فالثلاث مواجهات في النهائي يحسمها ان شاء الله باذن الله الاهلي لصالحه، او يخلي الكفه تبقى لصالحه بعد ان شاء الله التتويج بالنسخه ال 12 في تاريخ النادي الاهلي. من ضمن الارقام اللي لفتت نظري برضه، عشان انا بشوف انه في اوقات كتير